تعلن شركة هابي لايف للنباتات الطبية برئاسة الدكتور هيثم المنشاوي بإعلان مؤسسة مملكة النحل برئاسة المهندس أيمن برعي بأنه وكيلا حصريا وموزعا معتمدا لمنتجات هيربل. هيربل للتخسيس يفتت الدهون وكابح للشهية. هيربل للقولون للقضاء على الانتفاخات والغازات والحموضة وجرثومة المعدة. هيربل لتقوية المناعة لرفع كفاءة جهاز المناعة لمقاومة الفيروسات. هيربل للأملاح والنقرس يساعد على التخلص من التهابات المفاصل والشوكة العظمية. هيربل للديدان يقضي على جميع أنواع الديدان للكبار والصغار ومستساغ الطعم. هيربل للسكر يساعد على تنظيم معدل السكر في الدم من النوع الثاني. هيربل للرجولة والشباب، معنى أنت رجل اليوم وكل يوم. داخل كل عبوة النظام الخاص بها وبإشراف الدكتور هيثم المنشاوي أخصائي التغذية العلاجية. سألوني كل الجيران شو سر هالريحة كلهم، قلت لهم والله عشان بهارات الطبخ مغروم، بهارات الطبخ حبيتها وبقلبي وروحي خبيتها، ومن بين الكل لقيتها ومني ندمان. مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الفرحة، يا مساء البهجة عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سحر الهوانم. امبارح الحد 21 يونيو 2020 كان أول يوم في امتحانات الثانوية العامة. طبعا احنا بندعي لكل الطلاب ربنا معاهم ويوفقهم ويسر لهم يا رب أحوالهم، خصوصا في الأيام اللي احنا فيها الجو حر كمان والقلق. الأيام ديت ربنا يا رب يعديها عليهم على كل خير. احنا قررنا النهاردة نعمل لكم حلقة موضوعها عن الثانوية العامة وازاي نخفف ضغطها، سواء بأكلات معينة أو بمشاريب تحاول ان هي تدينا طاقة أو تركيز. بس الأول عايزة ارحب بزميلتي اللي منوراني طبعا في كل حلقة، هاجر. ازيك يا هاجر؟ مساء الخير عليك يا نور، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله تمام. وحشتوني وحشتوني من الحلقة اللي فاتت. طبعا احنا كل حلقة بنحاول ان احنا نحضر لكم حاجة كده مناسبة للأجواء اللي احنا عايشين فيها. طبعا انتوا عارفين ان امتحانات الثانوية العامة خلاص، امبارح تقريبا كان امتحان العربي اول يوم يوم امبارح. طبعا امهات كتير جدا بتبقى مش عارفة تأكل عيالها ايه، بيبقى ابنها رايح الامتحان بتبقى مش عارفة تعمل له اكل ايه، بتبقى مش عارفة تعمل له اكل يخفف من التوتر اللي عنده. طبعا اغلبيتنا عندهم توتر جامد، واغلبية اللي بيروحوا امتحانات الثانوية العامة او اي امتحانات عموما بيبقى عندهم الشهية مقفولة شوية، ما بيعرفوش ياكلوا، بيبقوا متوترين دايما، معدتهم فيها تقلصات، فبيبقوا مش عارفين ياكلوا ايه يعملوا ايه. فعلش كده النهاردة احنا محضرين لكم فقرة خفيفة كده لطيفة، هتوريكم احنا المفروض نأكل اولادنا ايه قبل ما يروحوا اي امتحان، ولا ايه يا نور؟ لا طبعا كلامك مظبوط، هم فعلا لازم ياكلوا قبل، يعني لازم يتغذوا تغذية سليمة ويبقوا واكلين كويس جدا قبل ما يروحوا، يناموا يعني يناموا وقت كويس. كفاية، ما يسهروش ما يطبقوش. في ناس بتعتقد دايما ان التطبيق او ان هو يسهر ده هيقدر يحصل اكتر، بالعكس على فكرة انت بيبقى خلاص مخك يعني قفل، يعني هو مخك ليه قدرة معينة هو عندها بيقف خلاص، ما بيقدرش يحصل معلومات اكتر من كده. تمام. فاحنا النهاردة مش هنحنا اللي نتكلم، طبعا هو هيبقى معانا اخصائي تغذية علاجية دكتور هيثم المنشاوي اللي هينورنا ان شاء الله بعد قليل عذرا، هيتكلم معانا اكتر وهيقول لنا النصايح اللي الطلاب يقدروا يمشوا عليها والاكل اللي يقدروا
ياكلوه يكون اكل صحي وفي نفس الوقت يبقى طعمه لذيذ. يعني حاولوا تبعدوا اكتر عن الاكلات التقيله بقى والحاجات الفاست فود والدليفري وكده. طبعا واحنا بنتكلم امبارح مع الدكتور عن الحلقه اللي احنا هنتكلم فيه النهارده او عايزين نفهم هو في دماغه ايه, هو كان قال لنا في مشروبات ممكن تتشرب بيخلي يعني يهدي الطالب, وفي اكلات ممكن الطالب ياكلها تخفف من التوتر بتاعه وتهدي القولون, وطبعا في اكلات كتير احنا ممكن ناكلها بتخلي القولون يبقى متهيج اكتر يا نور. فطبعا لازم نبقى عارفين كويس جدا احنا المفروض ناكل ولادنا ايه ونعمل لهم ايه. وبعدين سمعنا ان في بهارات ممكن تتحط تعلي من المناعه وتقوي الذاكره. طبعا في اكلات كتير بتقوي الذاكره يعني, ولا انت رايك ايه في موضوع الاعشاب؟ انا كنت بتكلم امبارح فعلا في نقطه التوابل او البهارات اللي احنا ممكن نزودها للاكل, فبتقدر تخلي الاكل يكون يعني قيمته الغذائيه كمان اعلى واعلى, او يعني بتعلي من كفاءه الاكل وبتخليهم ان هم يبقوا مصحصحين كده وفريش على طول. تمام. طبعا اغلبيتنا نور بينسوا طبق السلطه. انت عارفه طبق السلطه طبعا مهم جدا في اي اكله. يعني السلطه مش اللي هو الطماطم والبصل والطماطم, يعني بشوف ناس بيعملوا طماطم وبصل وخيار فقط هي دي السلطه عندهم. اعرف ان يعني السلطه الصح ان احنا نحط فيها الوان كتير. انا بقى خطوات طبق السلطه بتاعي يا هاجر. انت عارفه طبعا ان انا ام وبحاول ان انا اعمل لاولادي حاجات تكون مفيده ليهم وتكون صحيه ليهم, وخصوصا طبعا ان معاز ابني ابتدى يدخل الدراسه, هو طبعا سنه اولى السنه الجايه وكيجي دلوقتي, فبحاول ان انا الحلو في معاز ابني انا عايزه اجيبه. الحلو في معاز ابني ان هو يعني بيحب طبق السلطه, بيحب الالوان اللي في طبق السلطه, على طول يقول لي ماما انا عايزه اكل بقدونس, ماما انا عايزه اكل جرجير, ماما. طبعا اطفال كتير جدا ما بتقربش ولا للبقدونس ولا للجرجير ولا للحاجات الخضراء. طبعا ده ليه؟ لان الام هي ما عودتوش على ده من البدايه. لو الام عودت الطفل ان هو ياكل الخضار الاخضر, الطفل هيبقى متعود ان هو ياكل السلطه بجميع اشكالها وبجميع انواعها. فانا بقول لكل ام انها لازم تعود الاطفال من الصغر ان هم ياكلوا الحاجات دي. طبعا مش هقول لك انا اللي عودتهم, الصراحه هو باباهم. باباهم من النوع اللي بيعز السلطه جدا وبيحبهم, بيحب السلطه جدا. فهو ابني لما شاف ان الاب او يعني في حد في البيت بيعز طبق السلطه, فطبعا بقى يحبه زيه. احنا اللي بنربي في اولادنا ان هم ياكلوا صحي او ما ياكلوش. كلامك صح مظبوط. طبعا هو الاكل نقطه ضروريه ونقطه اساسيه, بس انا نفسي اوجه بس كلمه لكل اولياء الامور, خفوا على اولادكم شويه, بلاش جو الضغط والتوتر اللي انتوا بتبقوا عاملينه لهم في البيت, بلاش من اول السنه نحسسهم ان هم داخلين على اصعب مرحله في الحياه. يعني هي سنة زي أي سنة دراسية. طبعا هي بتحدد مصير وبتحدد مستقبل وكل حاجة, بس لو اتعاملنا معاها بالراحة وتعاملنا معاها بأسلوب مناسب الموضوع هيعدي بسلاسة. بلاش طول الوقت ناخد الموبايل, نقفل التلفزيون, نبعدهم عن أي مثلا لو في تمرين بيروحوا لا نقطعهم فجأة. بلاش كل التوتر ده, هو ده يعني لو هو حتى كان هيذاكر وهو مرتاح نفسيا وهيقدر يحصل, انت كده بتعمل عليه لود زيادة كفاية اللي هو فيه. فان هو دايما قلقان, طب انا ممكن اتلخبط, طب نص درجة هتفرق معايا, طب مش عارف ايه. الحاجات دي كلها هي اصلا ممكن تدمر الدنيا. طبعا يعني بحس ان لو في طالب ثانوي عام في البيت, البيت بيبقى متكهرب بالظبط. تحسي ان انت داخله الثانويه العامه, تحسي ان انت داخله جيش, يعني مش داخله بيت طبيعي. الناس كلها متوترة, الناس كلها يعني هو الطالب ذات نفسه لما بيشوف أهله متوترين هو ذات نفسه بيبقى متوتر. أنا مش فاهمة هو مين بالضبط اللي هيمتحن, هو الطالب اللي هيمتحن ولا الأب والأم هم اللي بيمتحنوا؟ فإحنا لازم نصدر لابننا إن دي سنة زي أي سنة. إحنا لازم نذاكر فيها أكتر, لازم يعني نذاكر عشان نجيب مجموع, بس ما نوترش الطالب أكتر من كده. لان احنا كل سنه بتبقى في حالات انتحار كتيره بسبب ان الطالب بيبقى شايف ان هو ما قدرش يحقق اللي اهله بيتمنوه. يعني اهله كانوا حاطين مثلا في امل معين, او انت هتجيب مجموع معين او تخش كليه معينه, فهو بيحس يعني ان هو خلاص بقى, يعني هو دي اخر الكون, اخر الكون, الكون وقف على كده. وفعلا في حالات كتير بتبقى انتحار. يا رب ان شاء الله ما نلاقي حاجه من الكلام ده خالص السنه دي باذن الله. ويمكن علشان الوضع اللي احنا فيه, الامتحان العربي بيقولوا ان هو كان سهل وكان جميل. في ناس كتير قوي طلعت, طلاب كتير طلعت قالت ان الامتحان سهل وحلو. يا رب بقيت الامتحانات تبقى سهله كده علينا يا رب, ويا رب نشوف كل ابنائنا بخير وبصحه وبسعاده وبسلامه وبفرحه, والموسم بتاع الامتحانات بتاع الثانويه العامه ده يعدي على خير يا رب. يا رب ان شاء الله.
حاولوا بس كده تعدوا الامتحانات على خير وتبقوا ريلاكس خالص وتهدوا. انتوا الحمد لله امتحاناتكم جايه بعد رمضان، يعني في الدفعه اللي فاتت امتحنوا في رمضان، فانتوا برضو الى حد ما بتقدروا ان انتوا تفطروا يعني حاولوا حتى تهتموا بوجبه الفطار ديت قبل ما تنزلوا، ضروري جدا. اشربوا ميه كويس، بلاش سكريات زياده عن اللزوم، يعني خليكم في المعقول كده. وانتوا كمان يا اولياء الامور اهدوا على اولادكم شويه، انا مصممه برضو لان فعلا بشوف ناس الموضوع بيبقى عندهم زايد، فاهدوا عليهم. والطالب اللي هو بيفضل يذاكر لحد قبل ما بيدخل اللجنه، انا شايفه ان ده بيوتر من الطالب، مش شايفه ان ده حاجه بتخليك تحصل. اللي حصل حصل من زمان او حصل من امبارح، مش الكلمه اللي انت هتشوفها قبل ما تدخل هي دي اللي هتنجحك. انا شايفه ان ده بيعمل توتر زياده، وشايفه ان ده يعني بيوتر الطالب زياده. صح، كلامك مظبوط فعلا، ده حقيقي. فيعني اهدوا كده عليهم، وان شاء الله الامتحانات تكون بسيطه وتكون سهله، وكل واحد بيتمنى كليه معينه يوصل لها ويحقق احلامه. وحتى لو لا قدر الله ما عرفتش تدخل الكليه اللي كان نفسك فيها، انت ان شاء الله باذن الله تقدر تحققها في شغلك، وشغلك يبقى احسن. طيب احنا عايزين نروح لفاصل وهنرجع نكمل حلقتنا، فاصل سريع ونرجع لكم تاني. تعلن شركة هابي لايف للنباتات الطبية برئاسة الدكتور هيثم المنشاوي بإعلان مؤسسة مملكة النحل برئاسة المهندس أيمن برعي بأنه وكيلا حصريا وموزعا معتمدا لمنتجات هيربل. هيربل للتخسيس، يفتت الدهون وكابح للشهية. هيربل للقولون، للقضاء على الانتفاخات والغازات والحموضة وجرثومة المعدة. هيربل لتقوية المناعة، لرفع كفاءة جهاز المناعة لمقاومة الفيروسات. هيربل للأملاح والنقرس، يساعد على التخلص من التهابات المفاصل والشوكة العظمية. هيربل للديدان، يقضي على جميع أنواع الديدان للكبار والصغار ومستساغ الطعم. هيربل للسكر، يساعد على تنظيم معدل السكر في الدم من النوع الثاني. هيربل للرجولة والشباب، معنى أنت رجل اليوم وكل يوم. داخل كل عبوة النظام الخاص بها وبإشراف الدكتور هيثم المنشاوي أخصائي التغذية العلاجية. سألوني كل الجيران شو سر هالريحة كلهم، قلت لهم والله عشان بهارات الطبخ مغروم، بهارات الطبخ حبيتها وبقلبي وروحي خبيتها، ومن بين الكل لقيتها وماني ندمان. رجعنا لكم تاني ونورنا بقى في استوديو دكتور هيثم المنشاوي اخصائي التغذيه العلاجيه. الحمد لله على السلامه الاول يا دكتور، منورنا. ربنا يعينك ولا يهمك. لا ولا يهمك، نورتنا. طبعا احنا عاملين حلقتنا النهارده عن الثانويه العامه، بما ان هم كان اول يوم ليهم امبارح، ربنا يوفقهم يا رب جميعا ان شاء الله. فعايزينك بقى تقول لنا الاول ايه يعني اهميه التغذيه عموما وبالذات في المرحله بقى دي. طبعا احنا عشان نتكلم على التغذيه بشكل عام، هي طبعا لازم بتمس كل الافراد، بمعنى ما بتمسش طلاب الثانويه العامه بس، ده بتمس الام اساسا وهي حامل نفسها. تمام. بعض الناس تيجي تقول لي يا دكتور لو سمحت انا عايزه التغذيه الصحيه وعايزه ارفع قدرات ابني الذهنيه، عليها من يوم الولاده نفسها او من هو في بطنك ايه اللي بيحصل في رحم الام نفسها ممكن نعتبر التغذيه الصحيه للام نفسها.
ده بيعلي قدراته الذهنيه بشكل قوي جدا هو داخل رحم الام. يعني في حاجات معينه تاخدها وهي لسه حامل بالظبط. عشان كده احنا بنقول التغذيه، بنتكلم عن التغذيه، بنتكلم عن التغذيه بشكل عام. التغذيه بشكل عام يعني ما بنتكلمش عن طلاب الثانويه العامه بس، بالعكس ده احنا بنتكلم عن جميع المراحل العمريه من اول سن يوم واحد او الجنين في رحم الام لغايه سن 60 سنه او 70 سنه او 80 سنه. عشان كده احنا بنقول كان دايما الرسول الكريم يقول المعده بيت الداء. عشان كده احنا بنقول اساسي واساسي التغذيه في كل فروع جسمنا. عشان كده بتلاقي منتشر على السوشيال ميديا بتلاقي حاجات كتير جدا يقول لك ايه نوع طعام بيغذي عضو من اعضاء جسم الانسان. يعني اديك مثال، مثلا يقول لك ايه عين الجمل بتغذي ايه؟ بتغذي المخ لانها شبيهه بالمخ البشري. يقول لك مثلا الايه البقدونس بيغذي ايه؟ بيغذي الكليتين. اشمعنى؟ عشان لما تجيبي عود بقدونس كده بتلاقي شبه الكليه بالظبط. عشان كده يقول لك الطماطم غذاء القلب. ايه اشمعنى؟ لما تيجي تفتحي الطماطمايه بتلاقي ايه؟ بتلاقي شكلها شبه سبحان الله بتاع القلب. فعشان كده كل عضو من اعضاء جسمنا ربنا خلقه ليه نوع انواع معينه من الاكل والتغذيه. عشان كده لما بنيجي ننحصر عن التغذيه ما بنقولش التغذيه بتبقى على شكل معين او لفئه معينه عمريه بس، ده التغذيه لكل المراحل لكل المراحل. عشان كده الغذاء هو الاساس في كل المراحل، سواء حتى الناس اللي بتبقى مسمينه مثلا عندها سمنه عاليه جدا، عندها بطن، عندها جناب، اساس التغذيه. حتى النحافه اساس التغذيه، حتى الشعر اساس التغذيه. جينا بعض الناس يقول لها دكتور عندي مشاكل في الشعر، شعري بيقع، عندي هالات سوداء، عندي شحوم في البشره، ممكن تبقى طريقه الاكل غلط. هي الفكره في كده، يعني الفكره في كده هي عباره عن تظبيط عادات غذائيه معينه. لو انا ظبطت العادات الغذائيه بتاعتي هلاقي نتيجه عاليه. عشان كده انت عارفه بيعجبني حاجه حلوه قوي بره، بيعملوا حاجه حلوه قوي البيشنت او الحاله او المريض اما بيروح للدكتور او يروح لاي مستشفى، الدكتور ما بيكتبش عليه، يبدا يقول له لو سمحت انا وهجهك لاخصائي تاهيل نفسي الاول. يقول لي يا دكتور انه ممكن المشكله اللي عندك تكون سببها نفسيه. عشان كده بتلاقي امراض السكر والضغط والسكري بتبقى سببها ايه؟ سببها نفسي. نفسي فعلا، ده حقيقي. بعد كده لو لقى نفسيه بقى احصل له مديتيشن وعمليه ريلاكسيشن واسترخاء، يبدا يحوله لاخصائي تغذيه. يقول اشوف التغذيه بتاعتك صح، نظام اكلك ايه عموما طول حياتك. ان مريض السكر نفسه ايه اللي بيحصل؟ مريض السكر بيبقى عنده مشكله، مشكله زي ممكن ما يبقاش مريض سكر، هو السكر اللي ناتج عنده هو سكر مؤقت. يعني ايه سكر مؤقت؟ يعني ناتج عن تغذيه غير صحيه، مجرد سكر من نوع ثاني. فمجرد ما بظبط له التغذيه ايه اللي بيحصل معاه؟ الدنيا بقى بتبدا تظبط عنده خلاص بسرعه. عشان كده التغذيه اساس كل شيء. فما تجيش نقول يا جماعه هي التغذيه مرتبطه بمرحله عمريه، ايه مرحله عمريه فقط لا غير. لا طبعا احنا بنقول التغذيه هي مرتبطه بجميع المراحل العمريه، بس احنا ازاي نوظف كل مرحله عمريه ونعرف اللي يناسبها بالظبط. هنا بقى ده دور الام، دور البيت، مش هقول طالب. طب انا بقى عايزاك تقول لي ايه الاكلات اللي هم ممكن مثلا يفطروها الصبح قبل ما ينزلوا؟ فول بقى والبيض والجبن والحاجات دي مناسبه ولا ولا في حاجات تانية ممكن تبقى افضل؟ يعني مشكله عند اغلب الناس يقول لك افطر كويس جدا عشان ابني ما فطر كويس جدا ينزل الامتحان الحمد لله يحل كويس، يجي لها ولد فشل في الثانويه العامه. ايه ده؟ ده انا كنت كان بياكل كويس جدا، ده كان مش ده انا عامله افطار كويس. احنا بنقول وجبه الافطار هي وجبه ضروريه بنسبه 100%. انا بقول للامهات بس بشرط نوعيه الوجبه ايه؟ ايوه انا عايزك تقول لي ايه نوعيه الوجبه؟ الوجبه لازم نعرف ايه العادات الخاطئه اللي بتتحط في الوجبه نفسها. تمام. الفول والبيض، احنا عشان بعض الناس تقول يا دكتور انت لسه بتتكلم على القناه ان الفول والبيض والبروتين الحاجات الطبيعيه والحاجات الكويسه. ايوه بس مش في المرحله دي بالظبط. لا هي مش حكايه قولون كمان، ده في مشكله، ده هي تعب بتحتاج ساعات طويله جدا عشان تقدر تهضم. يعني بنقول من الاطعمه الصلبه اللي الايه المعده بتحاول تهضم. طب ما انا في نقطه فاصل معلش مشاهدينا ونرجع لكم على طول. تعلن شركة هابي لايف للنباتات الطبية برئاسة الدكتور هيثم المنشاوي بإعلان مؤسسة مملكة النحل برئاسة المهندس أيمن برعي بأنه وكيلا حصريا وموزعا معتمدا لمنتجات هيربل. هيربل للتخسيس، يفتت الدهون وكابح للشهية. هيربل للقولون، للقضاء على الانتفاخات والغازات والحموضة وجرثومة المعدة. هيربل لتقوية المناعة، لرفع كفاءة جهاز المناعة لمقاومة الفيروسات. هيربل للأملاح والنقرس، يساعد على التخلص من التهابات المفاصل والشوكة العظمية. هيربل للديدان، يقضي على جميع أنواع الديدان للكبار والصغار ومستساغ الطعم. هيربل للسكر، يساعد على تنظيم معدل السكر في الدم من النوع الثاني. هيربل للرجولة والشباب، معنى أنت رجل اليوم وكل يوم. داخل كل عبوة النظام الخاص بها وبإشراف الدكتور هيثم المنشاوي أخصائي التغذية العلاجية. سألوني
كل الجيران شو سر هالريحة كل يوم الكل والله عشقان ببهارات تطبق مغروم بهارات تطبق حبيتها وبقلبي وروحي خبيتها ومن بين الكل لقيتها ومني ندمان لكم تاني بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم موضوع التغذيه لطلاب الثانويه العامه. يا دكتور في ناس كتير قوي واحنا يعني قبل ما حضرتك تيجي كنا بنتكلم عن موضوع التغذيه للطلاب، ففي ناس كتير قوي بعتت لي رسائل على الصفحه عايزين يعرفوا ان طبعا الطالب بيبقى رايح مش عايز ياكل اي حاجه، فازاي نفتح شهيه الطالب؟ طبعا امهات كتير بتشتكي، ازاي بقى نديله ايه عشان يتفتح شهيته؟ بصي اصلا مش هقدر اتحكم في طالب زي ده هو سنه 16 او 17 سنه، مش هقول طالب ده، انا اقول مثلا ده شاب دلوقتي مش هقول طفل، ده تقدر الام تسيطر عليه بالعكس، بس احنا بنقول في نقطه بيبقى في حاجه اسمها لازم نعرف حاجه مهمه الناس مش قادره تستوعبها برضه، يعني في حاله من التوتر والضغط النفسي والاستريس عند الطالب. تمام. ثانويه عامه، وعلى فكره اللي بيعمل الضغط النفسي مش الطالب، الاهالي في البيت. الاهالي لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل ما حضرتك تيجي بالظبط، مش الطلاب اللي عايزه وعي، يعني مثلا خلي الطالب مثلا يطلع من باب اوضته يقعد مع والده ووالدته، انت قاعد ليه؟ انت بره، بتلاقي استريس ايه يا ماما في ايه؟ لا ما ينفعش، لازم تخش تذاكر. طب ماشي، ما هو ممكن يمسك يقعد على الكتاب ويذاكر وانت شايفاه بيذاكر وهو دماغه مش عقله بره اصلا. بالظبط، دي مشكله عند اغلب الناس مش قادره تستوعب كده. بالعكس، هنا بقى احنا ممكن ناكله بطريقه جميله جدا. فايده الام بقى هنا في ايه؟ هنا ممكن الطالب قاعد عند اقعد يا حبيبي خد اعمل مديتيشن، اعمل استرخاء نفسي، اقعد معانا 10 دقائق او ربع ساعه، بيبدا الذاكره تنشط تاني وهو قاعد صبع موسى. جميل جدا، هو قاعد طبق الفاكهه. وعلى فكره في بعض الناس، عشان حضرتك كنت بتقولي لي دكتور ايه الاطعمه؟ الاطعمه هنا في نقطه بس مشكله في حاجتين. الاطعمه انت عايزه الهدف من الطعام ايه؟ لان الطعام هو مش طعام واحد، انا عايز الهدف. هدفي من الطعام هو ازاله الاسترس النفسي والضغط النفسي عن الطالب، ولا تقويه جهاز المناعه، ولا تنشيط الذاكره. عشان كده السؤال لازم يكون واضح. كوكتيل بالظبط. انا يهمني بس انا يهمني في القرار الاول والاخر هو ازاله الاسترس والضغط النفسي. هيحصل له عمليه مديتيشن، يبدا يسترخى كده، يبدا ايه، انا عندي نوعين من العقل، في حاجه اسمها عقل عاطفي وعقل تحليلي. العقل التحليلي احنا اللي عايزينه للطلاب في المذاكره بتاعتهم، لان لما بيخش الامتحان بيبقى متوتر، عنده ضغط نفسي، استرس، ممكن يكون مذاكر كويس جدا وتبقى مشكله وينسى كل حاجه. هنا بنقول بقى ايه اللي يحصل؟ هنا بقول نتيجه بقى العادات الخطا اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي عشان مش عايزين الحلقه تطول. اللي هو بيقول اللي هو ممكن يبقى قاعد مطبق لي طول الليل بيذاكر للصبح، انت بتعمل ايه؟ اللي هو بيعتمد على المنبهات، انت بتعمل ايه؟ اعتمادك على المنبهات زي الشاي والقهوه انا ما بمنحهاش، بس ما بقولش 10 20 كوبايه قهوه في اليوم، ما بقولش نسبه كافيين عاليه، النسبه المظبوطه. ده انت هتفرزك هرمون اسمه هرمون الدوبامين. الهرمون ده بيعمل ايه؟ بيشتغل على مراكز الشبع في المخ، ده بيشتغل على كيمياء خلايا المخ جامد جدا، يعمل لك بقى ستريس ضغط نفسي، ينشط الجهاز العصبي المركزي بشكل قوي، ممكن ينجح في ثانويه بس هيسيب له اثار بعد كده. نرجع لموضوعنا تاني عشان من ايه ما نفتحش الموضوع للناس ومتوهش. ايه الاطعمه؟ احنا بنتكلم هنا السؤال بتاع حضرتك ازاي نتحكم في الطالب. اتحكم في الطالب هنا دور الام. اخلي ايه؟ اخلي اعمل جو اسري جميل جدا للطالب، واعرفه ان الثانويه العامه دي عاديه، اعمل اللي عليك والتوفيق بتاع ربنا. ساعتها بقى ابدا ادخل في الاكلات اللي بتطلع الاسترس النفسي خالص والضغط والتوتر. اول حاجه ضمنها الموز، دي رقم واحد. ولو قعدنا نتكلم على الموز ايه فوائده؟ طبعا كلنا عارفين فوائد نسبه جلوتامين ومضادات للاكسده ومش عارف ايه، احنا مش عايزين نطول. طب ايه تاني غير الموز؟ يعني ممكن تقطعه شرايح الموز وتحطها له قدامه وهو على الكتاب بتاعه. دي سناك صح كده؟ سناكس. ده طبيعي. الفطار؟ لا، ده احنا مش لسه هنتكلم بقى على وجبه الافطار قبل الامتحان. يفطر ايه؟ تمام. بس انا بقول لك من الحاجات البسيطه، ايه المشروبات الثانيه اللي يعني خلي بالك لما بنيجي نبدا ما تبداش بالاطعمه، ابداي بالحاجه اللي تطيع الضغط النفسي والتوتر فهياكل. اللي هو المشروب بقى. بالظبط، هو هياكل. انا بعمل ايه؟ فاتح الشهيه. حلو، هيفتح الشهيه، هيدخل. دخلنا في مساله السمنه، يعني في ناس برضه بتقول لي يا دكتور انا باكل بكميات، لان خلي بالك في ضغط وتوتر بيعمل ايه؟ بيخلي الناس تاكل بكميات كبيره، وده بيحصل مع حالات السمنه. يقول لك يا دكتور انا بزعل او بتخنق باكل، ما بكتئب باكل. طبعا عندنا حاله اكتئاب شديد، ده حاجه صحي بقى لنا فتره. هتلاقي الطلبه عندهم اكتئاب وضغط وتوتر، ودي مشكله. فطبعا الاثنين، احنا هنا نبدا بالاكلات اللي بتعمل ايه؟ اللي بتزيد حده التوتر. وبعد كده لما هزيد حده التوتر هياكل، هبدا اكل.
حلو كلام. طب ايه الحاجات المشروبات؟ الموز رقم واحد، ادي رقم واحد. اثنين العرقسوس والكركديه، طبعا انت عارفه الكركديه والعرقسوس من المشروبات اللي جميع الادويه داخل فيها العرقسوس والكركديه، حتى احنا بنقول ممنوع بس لمرضى الضغط العالي شويه. اشمعنى مرضى الضغط العالي؟ عشان خاطر بيرفع الضغط والكلام ده كله بيأثر على الكليتين. طالما ما عنديش ضغط، لان ما فيش طالب عنده ضغط، هو بيعمل بصي بيعمل مديتيشن خالص، استرخاء، استرخاء خالص. لو انا شربت الطالب مثلا كوبايه عرقسوس او ما بيحبوش كركديه، جميل جدا 10 على 10. او ممكن بقى اعتمد على الاكلات بقى هنا خلاص، اعتمد على الاكلات اللي فيها نسبه نشويات سهله الامتصاص. احنا قلنا بلاش الطالب يفطر فول وبيض وطعميه وعيش، وكمان العيش الابيض، العيش الفينو بقى دي له سندوتشين عيش فينو كله كله بقى طبعا دي كارثه. بمعنى انا كده هوجه الدم كله للبط، فمش هيبقى مركز، خلايا الدم مشغله في المخ، هتبقى مشكله بالنسبه لي. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اعمل اديله سكريات سهله الامتصاص. طب هي موجوده فين؟ الشوفان طبعا معروف الشوفان. طب انا مش مقدرش يا دكتور، مش هعرف اجيب البليله. طبعا عارفين البليله، البليله مفيده جداً. سهله اهو، مفيش الكلام ده كله. في امهات كتير بتنساها طبعا ده كتير جدا. بليله ايه يا دكتور؟ طبعا يا جماعه الفلاحين في القرف عارفين الكلام، احنا بقى عارفين الكلام ده، نقوم نفطر كده طبق بليله جميل. انا كده حد بيفطر بليله؟ بالعكس، ده انا عندي البليله دي احسن من ايه؟ احسن من قطعين بسكوت او كيك مع كوبايه ايه؟ مع كوبايه قهوه. متميزين جدا في التعليم من المحافظات على فكره، وده السبب. طبعا بتوع المحافظات متميزين جدا، دايما بتلاقي المجاميع عاليه اغلبها محافظات. ده حقيقي بسبب التغذيه، بسبب التغذيه الصحيه. يعني الام هناك بتبقى مش على ثقافه عاليه جدا من ايه؟ ما عندهاش بالظبط كده، سبحان الله. هي بتبقى وعي، وايام بقى الناس القدام، فهي عارفه يعني ايه تغذيه صح. طبق بليله الصبح ينشط الابن، يديله طاقه. هي بتقول كده بالفطر، وعلميا هو صح. يعني علميا هو صح. هي بتقول بالفطر. طب ما عنديش شوفان ولا عندي بليله، ايه اللي ممكن احطه تاني؟ حاجه ممكن اعمل حاجه حلوه قوي، اجيب شرايح الموز واقطع عليها ايه، مع احط اقطعها شرايح واحط عليها معلقه عسل نحل واكلها. اقوى اكله سهله الامتصاص وديت التركيز بنسبه 98% تركيز غير عادي، خفيف على المعده، في نفس الوقت في طاقه عاليه جدا، في انرجي عاليه جدا. اقدر طب ما عنديش الكلام ده كله، في بديل تاني ممكن اعمل حاجه اسمها زبده، مربه زبده الفول السوداني، سهله. طب طريقه عملها ايه يا دكتور؟ اجيب 5 معالق من السودان، حاجات رخيصه، عشان بعض الناس يقول لك انت بتقول كلام غالي، او بتقول كلام احنا ناقصين دروس الثانويه العامه، وكمان هتقول لي كمان اكلات معينه بسعر عالي وتكلفه عاليه. لا يا ستي، انا ما بقولش كده، انا ممكن اقول لك حاجه بسيطه، شويه فول سوداني هتحطيهم وتطحنيهم في الكب عندك، اضيف عليهم معلقتين عسل نحل، اضيف عليهم معلقه زيت زيتون. وهنا الزيوت اساسيه جدا، الزيوت بقى الصحيه، لان مثلا لان دي من العادات الخاطئه، تلاقي الولد عايز يجيب ياكل ايه؟ ياكل ايه؟ فاست فود بقى. يعني ايه فاست فود؟ إيه لا ماما انا عايز اكل شاورما. يعني نصيحتك نبعد عن الاكلات الجاهزه والفاست فود والحاجات دي كلها جدا، والمشروبات الغازيه هتبقى مشكله. وعلى فكره دي برضو من العادات الخطا اللي الطلاب بيعملوها، هو رايح الدرس او رايح المدرسه تلاقيه عامل ايه؟ تلاقيه ماسك ازازه الكنز بيقعد طول النهار ما بياكلش، او كيس شيبسي وعمال ينقنق فيه. المشروبات الغازيه يا حبيبي انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يجي خلاص بقى قاعد طول النهار، طول النهار بره، يعمل ايه؟ يجي بالليل عشان يذاكر كشري. كارثه، كارثه بكل المقاييس. وانا مش عايز اتكلم عن الحاجات دي عشان الناس ما تدخلناهاش في المتاهات. انا عايز اقول لك، هو طبعا يعني الموضوع كان عايز تفاصيل اكتر وعايز وقت اكتر، بس يمكن هو الوقت يمكن شويه اللي حكمنا شويه، بس احنا طبعا احنا متابعين مع بعض بالظبط. وعايزين بقى احنا حلقه تانية مخصوصه اكتر عن الثانويه العامه، نتكلم فيها بقى بالتفاصيل اكتر ونصايحها. باذن الله ان شاء الله نورتنا جدا دكتور هيثم، تحياتي ليكم، وان شاء الله نتقابل في الحلقه الجايه. نورتنا نورتنا مشاهدينا ان شاء الله. استنونا في حلقات تانية نتكلم بقى كتير عن مواضيع الثانويه العامه لحد ما ان شاء الله يخلصوا امتحاناتهم على خير. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.